تتواجد. يا سيدنا العزيز انت ليش مثل اللي يغني يقول يكب النار بيده ويصرخ حا واعي ويحسب بنفسه يتحلم قص الحيه يموت خبر طلع هاي المنظمات الارهابيه. غير يكون عندك القوه ابو سجاد، ابو سجاد غير عندك قوه حتى تتكلم بهذا المنطق. انا ما العراق عندي قوه، يمتلك قوه دفاعيه مو قوه هجوم، قوه هجوميه. لا لا ما عندي قوه سياسيه وما عندي قوه عسكريه. انا طلع لي متمردين أنا موجودين عندي قوة في سياسية في سنجار. سجاد عندي قوة سياسية. لا شنو القوة؟ لا 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 من فضلك بس أوضح لك هاي النقطة حتى من غادرها. أي؟ بس خلنا أوضح لك هاي النقطة حتى من غادرها. أي؟ العراق الآن يحظى بدعم دولي ودعم إقليمي ومجتمع. أي؟ العالمي. الآن العراق يعتبر الخامس عالميا من حيث تصدير النفط. الآن العراق يمتلك فائض أكثر من 90 مليار دولار لأول مرة منذ عام 1921 إلى يومنا هذا. أي؟ العراق لديه قوة الآن، قوة تأييد وقوة حشد، قوة بريطانية وقوة فرنسية وقوة روسية وقوة أمريكية وقوة فرنسية اللي هي مجموعة لحلف الناتو اللي يعني حلف الذين يمتلكون الفيتو. أي؟ الجانب التركي الحالم بحلف الناتو والملتحق بحلف الناتو هو الآخر لا يحتاج ولا يحتاج إلى عملية إدانة واستهجان واستنكار لعملية القصف. نحتاج إلى تحرك إلى مجلس الأمن وليس إلى الأمم المتحدة. نحتاج إلى تحرك إلى محاكم العدل الدولية في لاهاي. نحتاج إلى عملية إدانة دولية عالمية من مجلس الأمن إلى الجانب التركي وحتى إلى الجانب الإيراني إذا استلزم الأمر. نحتاج إلى كل هذا. لو كان لدينا حوار معمق بين الجانب الإيراني والجانب التركي من جهة، وكل هذه المعلومات تمتلكها الأخوة في قوات البيشمركة أيضا، لكن الأخوة في البيشمركة والأخوة في الإقليم يمتلكون كياسة وحكمة وحنكة لا يريدون أن يفتحوا على أنفسهم ثغرات وأبواب طيب القتال وأبواب المواجهة. هي تريد أن تؤجل المجابهة.